السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ بخير. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله سنصحح الفرض الأول الدورة الثانية السنة الثانية إعدادي مادة التربية الإسلامية. نبدأ على بركة الله، وقبل البدء إن شاء الله تكتبون الاسم ورقم القسم وكذلك الرقم التطيبي في اللائحة عندكم. أما هذه فهي ملاحظة خاصة بالأستاذ ثم النقطة، وإن شاء الله تكون 20/20 إن شاء الله. إذا أولا عندنا القرآن الكريم وعليه 4 نقاط. أولا اكتب مع الشكل من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. إذا ونتمم إلى قوله تعالى: والله عليم حكيم. إذا من طبيعة الحال تحفظون الآية، وهي قوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. إذا إلى الآية 8. ثم اشرح الكلمات التالية: فاسق، فتبينوا. لاحظوا هذه الكلمات الآن، هذا النموذج الثاني الذي نصححه على القناة، نفس الكلمات تتكرر. إذا اضبطوا معنى فاسق، وهو غير موثوق بصدقه وأمانه. هذا من بين التعاريف، إذا كان لكم تعريف آخر اكتبوه لنا في التعليقات. ثم فتبينوا، أي تثبتوا من صدق الخبر وصحته، يعني التأكد من صحة الخبر. ثم نمر إلى الوضعية، فيها قررت فاطمة الصيام في يوم رمضان رغم كونها حائضا. يعني فاطمة رغم أنها حائض قررت أن تصوم يوم رمضان بدعوى أنها تريد التقرب إلى الله، يعني من أجل أنها تريد تقول أنا أريد أن أتقرب إلى الله فقط رغم أنني حائض أصوم. فنبهها زوجها، يعني الزوج لها، إلى أن صيامها لا يصح. زوج فاطمة سعيد، إذن هذا زوج فاطمة، أقرض أحد أصدقائه، يعني أقرضه، يعني أعطاه مالا، مبلغا من المال، وطلب منه فائدة على ذلك. أي فائدة، قال له مثلا أنا سلفك 1000 درهم لكن ترجح لي 1200 درهم، هذه معنى الفائدة. الفائدة هي 200 درهم لزاد، ولا مثلا أنا غادي نسلفك من غير مال مثلا قنطار قمح على أن ترده لي قنطار ونصف، وهكذا. فأنكر عليه صديقه ذلك وقال له: هذا ربا. الصديق الذي كان يتسلف قال له: لا، هذا ربا، وهي من الكبائر والموبقات. فرد عليه سعيد: بل هي فائدة فقط. فنصحه صديقه بالسؤال عن حكم الله قبل الإقدام على أمر من أمور دينه. يعني قال له قبل ما تبغي دير بحال هاد الأمور خاصك تسول فيها أهل العلم، تسول فيها العلماء. أولا اشرح ما تحته خط شرحا اصطلاحيا. عندنا الشرح اللغوي، عندنا الشرح الاصطلاحي. الآن اللي مطلوب منا هو الشرح الاصطلاحي. عندنا الكلمة الأولى اللي تحت منها السطر هي الصيام. ما معنى الصيام؟ هو الامتناع عن شهوتي البطن، يعني الأكل، والفرج، يعني الجماع، من طلوع الفجر، يعني من الفجر، إلى غروب الشمس، بنية. لابد أن تكون النية بنية التقرب إلى الله، إلى الله تعالى. ثم الكلمة الثانية هي الكبائر. ما هي الكبائر؟ هي كل ما كبر من الذنوب، يعني شي حاجة كبيرة من الذنوب والمعاصي، واشتدت العقوبة عليه يوم القيامة، وتسمى بالموبقات لأنها تهلك صاحبها. الموبقات
وصف لآثار الكبائر وهو الهلاك في الدنيا والآخرة. مثل هذه التعريفات تكتبون تعريفها كما طلبها منكم الأستاذ. ثانيا، هل يصح صيام فاطمة؟ إذا فاطمة صامت وهي حائض، وبالتالي فإن صيامها غير صحيح، لا يصح صيام فاطمة، لأن من شروط الصيام الطهارة من الحيض. وهذا هو التعليل، لماذا؟ لأن من شروط الصيام الطهارة من الحيض. أتمم ملء الجدول التالي، نوع الصيام والحكم. إذا عندنا صيام عرفة للحاج، الحاج إحنا عندما لا نكون في الحج من المندوب لنا أن نصوم يوم عرفة، لكن هذا في الحج، رجل في الحج يحج، يعني هل يصح له أن يصوم يوم عرفة؟ إذا صيامه مكروه. كذلك واجب، ما هو الصيام الواجب؟ هو صيام رمضان، هو رمضان هو الواجب فقط، وقضاؤه كذلك واجب، صيام رمضان وقضاؤه واجب. صيام 9 الأوائل من ذي الحجة، صيام 9 الأوائل من ذي الحجة هذا مندوب كذلك. ما هو الحرام؟ هو صيام يوم العيدين وأيام التشريق، صيام يوم العيدين، يوم العيد الأضحى ويوم يوم عيد الفطر، هذوما العيدين حرام، كذلك أيام التشريق. جيد. رابعا، ما رأيك في قول سعيد هل الربا من الكبائر والموبقات أم لا؟ وما هو دليلك؟ أكتب الحديث كاملا. إذن أنا متأكد أنكم ستقولون أرى قول سعيد خاطئ، لابد أن أبدأ بهذه العبارة، لأن الربا من الكبائر والموبقات، ودليله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، إذن هاي الربا، وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. إذن واضح، جيد. خامسا، ما هي الضوابط التي وضعها العلماء لمعرفة الكبائر والموبقات؟ كيف نعرف أن واحد الذنب راه كبيرة؟ إذن وضع العلماء ضوابط. الضابط الأول أن ينص على ذلك الله تبارك وتعالى في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث، يعني يبين لنا الله تبارك وتعالى في القرآن أن هذه المسألة راه كبيرة، أو ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما نص عليها هنا، هذه 7 الموبقات من الكبائر لأنه فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك، ما رتب عليه عذاب عظيم، المسألة الذنوب التي رتب عليها عذاب في الآخرة فهذه من الموبقات، ولكن يكون عذاب عظيم. ما رتب عليه حد، مثلا قطع يد الزاني وقطع يد السارق، عفوا، كجلد الزاني وقطع يد السارق، هذه من الكبائر لأن رتب عليها حدود. وكذلك شرب الخمر، واضح، لأن فيها حد. ما رتب عليه لعن، كذلك الذنوب التي جاء فيها لعن في القرآن أو في السنة. اكتب الآية التي نهى الله فيها عن الإقدام على أمر قبل معرفة حكم الله فيه. إذن لا بد للقيام بأمرين أن نعرف حكم الله تبارك وتعالى فيه. إذن هناك آية تبين هذه المعنى، ما هي هذه الآية؟ وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذن هذه الآية يمكن أن يستدل بها في هذا المكان. وإلى هنا نكون قد أنهينا الفرض، ولله الحمد والمنة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.